ديالي كيف دايره لبس عليكم. المهم قبل ما نبدا نقول لكم هادشي راه ثقيل بزاف، ولكن كما كتعرفوا اليوم 29 31 غندخل لو 1 سبتمبر، وجيت خديت كاع الكتوبه ديالي، وفاش غادي نمشي للدار غادي نحلهم. هادشي راه ثقيل بزاف. يلا يلا دابا غادي نمشيو للدار وغادي نحلو. يلا زيد ما قلتش لكم هذه هي ليكول اللي غادي نقرا فيها كامله. شوفوها ميزامور، دابا انا وصلت للدار حتى راه متحمسه، حتى حمس ما كاينش من الجوج. غادي نبدا نحل، وغادي نحل الكبيره اللي غادي يسولني غادي يقول لي على الجوك بوكسات وشنو فيهم. هادو لي زافير سكولير، لان هنا كيعطيوك فواحد الورقه كيقول لك واش حنا اللي نديرو لك لي بوكس ديال الكتبه ولا تمشي تشريهم. انا ما في اللي نمشي نشريو هذا قلت غادي يجمعهم وهكا نقدر نحلهم معاكم. المهم اولا كاين هذا اللي غادي يغلفوا به، نغلف به الكتبه ديالي الكبار ها هما، وهذا غادي نخليه هو الاخر. غادي نبداو بهذا اللي ما عرفتش كيفاش كيتحل، ولكن نشوف. المهم اللي ما عرفتوش منين كيتحل. المهم كبير بزاف، ها نتوما عرفتي راه ثقيل. نتوما ايه عرفت كيفاش كيتحل. يا شوف انا ما بديش مع داك الشيء. كلشي ما جي. ايوا درت تحمس ما قدرتش. لا كنت سموش. يا زيدي. المهم كاين هذا الدفتر اللي صفر، هما ما عندوش ذوك الغرافات عندهم. هذا كاين دفتر صفر، صبروا في هذا الكرسي. كاين هذا ديال الوراقي، زعما عرفتوهم ديال الوراقي. كاين هذا كيقولوا ليه دفتر الوسخ. المهم هذا دفتر كبير. هادو هما ما عندهمش غلافات، دوك الغلافات اللي كنبقاو نشريو غوا ازرق، غلاف اسود، غلاف هما عندهم هذا. المهم عندي حمر، وعندي حمر واحد اخر، وعندي اورانج، وعندي بيض. هذا بيض، الاخر كنقلي. وعندي زرق، عندي زرق واحد اخر، وعندي حمر، وعندي خضر، وما عندي هذا اللي ما عرفتش شنو هي. بابيي ديسان شي زوين. المهم حنا اول انا اول مره كنستخدم هذا، يعني في المغرب ما كناش كنستخدمهم في المستوى ديالي. وكاين واحد اخر غير هذا فيه كثر ديال هذوك الاوراق، هذه هي الباك بوكس الكبير. نبداو في هاد لابوكس الزوينة، ما نقدرش نبداو. بسم الله شتو ديال الخلعة فيها طاحتي زويني. ممكن خايف ولكن معرفتش كيفاش غنحل، ولكن غادي نحاول. كاين ليش هذا قبل في الطريق حل بديت كنحل فيها. كيفاش نستخدمو هادشي لحدين؟ الا كنتي صغير ما تستخدمش هذا، ولا خص ضروري يكون الا بغيتي تستخدمي خاص يكون معاك شي واحد كبير. صافي هذا ما بغي يستخدم، انا ما نقدر. كلاش بيرفكت. هي انا هادشي زعما شي جيب هنا لي ازرق هياتا شي مال ازرق. المهم وين جاره هادشي الوان هادي والله ما عرفتش سميتها. المهم هذا هادشي فين كاين دي فوك، كاين فلوريسون. اختي والله ما كانت كتبغي تخطيني فلوريسون ديالهم. ها هي اختي موتي بزماتي. عندي بانسو، عندي بانسو رقيق في هذاك اللي بغيتي تسدي، عندي بانسو فلايت.
عندي هذا تاع اللوحه، عندي هذا تاع اللوحه، عندي هاد القاعه والرصاص الاخضر. علاش ما جيبينش ليا فهاد الشيء في الغوز؟ وهذا لا بانشور، يعني لا بانشور فهنا فين كديري كتعصري. صبروا، عندي هاد الستيلو اللي ما عرفتش شنو هو. هذا السيلو عادي حيتو ما عندهم السيزر، كي ما عرفتش هذه شنو هي. المهم هذه وقال صافي عرفت. دابا هذا السيلو عنده المداد ديالو، وهذا كيكتب مزيان باش يعلم الطفل. انا نبقى طفله، جيب لي هذا الزرق، جيب لي هذا الزرق. كاين بانس اخر، هذا اغلظ من هذا بشوي، وهذا غليظ عليهم بزاف. حلو هاد الميكا، هذا قلم رصاص صخور. شو كبير، ايه كبيرة. كين بلانكو، هذا بلانكو، هذا بلانكو، كين بلانكو. نصف دائرة، وكاين مقص، هذا عجبوني ما كولور بريفيرون فيوني. المهم هو عندي سيرو حمار وزرق، احسن سيروات كنستخدمهم انا بعدا بلا دعاية، وخضر وكحل، يعني كنستعمل نفسي. عندي قومة، عندي الادوات الثانيه. انا عندي جوج لاتروسات، يعني هذا يلا شريته هذا العام من اكسيون، النمر مش نمر، كيفاش نقول لكم، قرش. ها هو شريته انا اختي بحال بحالو. وكاين هذا ديالي من الرابع، شريته بقيمة ساك، والله حتى شريته بقيمة ساك عشان ترى. المهم هذا كنظن انا غادي ندير فيه زعما لي كولور ولي فيتخ داكشي، وهذا غادي ندير فيه السيلوات. المهم نجي نعمرو معاكم. من اول خزانة خاصني حيد التيكيتا، واخا ما عرفتش نحيد التيكيتا، باقي جديد. كنقولها وكنعاودها، الا بغيتو تستعملو المقص خص يكون معكمش واحد كبير. المهم غادي ندير فيه سيلو، سيلو يخضر، وغادي ندير فيه هذا، راه مكيهزش بزاف والله. ندير فيه سيلو زرق وسيلو حمار سيلو كحل، وعندي جوج قلم الرصاصات، وقالي كل واحد المادة، كنظن ان كل واحد المادة. المهم غادي ناخد هذا، غادي نخشيه، غادي نهز هذا السيلو، هذا السيلو ولعتي شنو، حيت دابا الدخول تنبدا نعرف. غنهز جوج قلمات، نهز هاد السيلو، غادي نهز المهم هذا راه عنده قرايتو بوحدو. شنو نهز الثاني، غنهز هاد بلونكو، هذا راه كوريكتور. كيفاش كيستعملو كنحي، غير خاصني نحيد هادي كامله، غير كتحيد ما بغيتش نحيدها دابا. صافي كديري هذا ما كيبانش، المهم انا نخشي وخ كبير، غادي نخشي كوما، كنظن اني غادي نخشي حتى هادي. او اللي هز ليا، قلت زعما ما غادي يهز ليا والو. المهم غادي نهز هادي، تنشوف واش غادي شنو غادي ندير بها. لا نصدقوا في القسم باركين حتى تخواليا باش غنعمرها، لما نديه معايا نهزو. نهز هذا، والله حتى حكرتو في الاول، اقسم بالله اللي تصدق هز ليا بزاف. مين كنظن ان هادشي هو اللي غادي نهز. هي اللي ما غاديش نهز في هذا، المهم نضرب جوج غادي يكونوا في كارطابل، غير هذا هو اللي غادي نحطه قدامي، وهذا لا. المهم هادو غادي نحل هذا، هذا فيه ثلاثه ديال الجيوب، يعني غادي يقدني جوج لقيت فيه. المهم نخليه، غادي نخشي فيه هادي، ونخشي وغادي نخشي نسيت هذا الفيت، غادي نخشيه في هذا.
غادي نخشيهم هنا حتى هادو غادي ندير لهم لاترو صخور. ايوا مقص هذا غادي تخشى هكاك في كارطابي. عندي واحد الجيب اللي فات غنحلهم، كنظنش اني حتى هما غادي نخشيهم في الجيب. صافي هادو هما لاتروسات ديالي كيما وريتكم، وصافي هادو حتى هما غادي ندير لهم جيب في كارطابي، هادو حتى هما غندير لهم جيب، وهادو غادي كان كيعجبني ان هادو نخليهم في بلاصتهم فهمتي. هادو حتى هما كارطابي، حتى انا شاريه كارطابي من سكيتشرز من المغرب، من المغرب تحيه المغرب. حاطين لينا جوبه في ديال هادو، يعني حتى هما غادي نحيت كبار. شاد المسطره غتخشي لي في لي دروس، شو لي دروس شو المسطره ديري. واخا انا فرحان بزاف في هذا الشيء، ولكن ديما غيبقى عندي واحد النقص لانني ما غاديش ندخل نشوف صحاباتي ياسمين وايناس اللي كانوا معايا من لابتيت. غادي يبقى فيا الحال وما غاديش نمشي نقرا عند ديك الاستاذه الهام المدخل ديالي اللي قريت عندها عامين متابعه. وغير بغيت نقولها من هنا توحشتك بزاف، و ما عرفتش كيفاش غادي ندوز هذا العام بلا بيكم، وجزاك الله خيرا عني. سلامكم ديالي مهمه، انا راه البرومي سبتمبر غادي ندخل المدرسه. يلا بينا. المهم كيفاش جاتكم لاتوب ديال ليكول؟ المهم كلشي عندي القفل هنا باش ناخذ الكارديو ديالي.